نادي برشلونة بيفكر يطلق عملته المشفرة الخاصة بيه وحاجة اسمها رموز غير قابلة للاستبدال علشان يدخل موارد وفلوس للنادي. خلال الفيديو ده هنشرح ايه هي العملات المشفرة وليه برشلونة عايز يعمل كده ومعناها ايه لموارد النادي. خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وخلال مؤتمر عقد من ايام قال ان نادي برشلونة بيفكر يعمل عملة مشفرة خاصة بيه. كمان برشلونة بيفكر يعمل حاجة اسمها رموز غير قابلة للاستبدال او الـ NFTs. لابورتا بيقول انه عايز يدخل موارد جديدة للنادي علشان النادي يقدر ينافس بقية الاندية في الكرة الاوروبية، والاندية دي اللي هي مدعومة من صناديق سيادية او مدعومة من مستثمرين اوروبيين. ايه بقى حكاية العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال؟ العملات المشفرة او الرقمية هي عملات مش ملموسة، مش بنقدر نمسكها بايدينا، او بمعنى اصح هي عملات افتراضيه، وعندها مشكله ان هي ملهاش اي وجود مادي ومش مضمونه باي حاجه. يعني مثلا لو معاك دولار امريكي، البنك المركزي الامريكي بيبقى ضامن لك الدولار ده، ما ينفعش تصحى الصبح تلاقيه اختفى او مش موجود، وده عكس اللي بيحصل في العملات المشفره. عشان كده البنوك المركزيه في اغلب دول العالم مش معترفه حتى الان بالعملات ديت، وبتقول ان هي لازم تخضع لرقابه، وده سبب خلى اخوان لابورتا يقول ان العمله المشفره التابعه لبرشلونه هتكون تحت سيطره النادي. بس في كل الاحوال البنك المركزي الاسباني حتى الان ما بيعترفش بالعملات المشفره. حاليا برشلونه وحوالي 120 نادي واتحاد حوالين العالم عندهم حاجه اسمها عملات المشجعين او الفان توكن، والفان توكن دي الانديه عاملاها مع منصه لتداول العملات المشفره اسمها سوسيوس، ومن خلال المنصه دي بتقدر تشتري عمله النادي اللي انت بتشجعه. اشهر الانديه اللي ليها عملات مشجعين يوفنتوس، ارسنال، اتلتيكو مدريد، برشلونه، فالنسيا، ريفر بليت. اما اخر حد انضم لمنصه سوسيوس فهو الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وخلال الموسم ده ظهر اسم فان توك على تيشيرت نادي فالنسيا كراعي رسمي للفريق. عملات المشجعين دي بتدي ميزه للمشجعين اللي بيشتروها، يعني مثلا بامكانك ان انت تشارك في تصميم غرفه اللبس لملعب برشلونه، او ان يحالفك الحظ انت 21 شخص تانيين ان انتوا تلعبوا ماتش في قلب كامب نو. نادي مثلا زي يوفنتوس بيسمح لك انك تختار الاغنيه اللي تتذاع بعد ما الفريق يجيب جول، او انك تختار تصميم اتوبيس اللعيبه. العملات دي بتكون مصدر كبير جدا للانديه خصوصا في الاحداث المهمه، زي مثلا قبل لما ميسي ينتقل لباريس سان جيرمان، التداول على عمله باريس سان جيرمان على المنصه وصل ل 1.2 مليار دولار. الحاجة التانية اللي برشلونة بيفكر فيها هو انه يطلق حاجة اسمها رموز غير قابلة للاستبدال او الـ NFTs. الرموز دي رقمية، وهي شبه بالظبط لما يكون معاك حاجة اصلية مش موجودة مع حد تاني. يعني مثلا لو برشلونة قرر يعمل رمز غير قابل للاستبدال لصورة ملعب كامب نو، وقرر ان يبيع الصورة دي، الشخص اللي هيشتري الصورة دي هيكون هو الوحيد اللي معاه النسخة الاصلية من الصورة، حتى لو اتطبعت اكتر من مره هيفضل هو الوحيد اللي مالكها. والرموز غير قابله للاستبدال بتغوي الناس اللي بتحب تحتفظ بالنوادر او الحاجات الاصليه اللي مش موجوده مع حد تاني. لابورتا بيقول ان برشلونه عنده تاريخ وتراث كبير يقدر يستفيد منه، وعنده قاعده مشجعين اكتر من 300 مليون شخص من حقهم ان هم يدعموا النادي. كل الخطوات اللي الانديه بتعملها دي هي نتاج ثوره تكنولوجيه كبيره كلنا بنعيشها. لكن قبل ما الانديه تطلب من جماهيرها ان هي تشتري عملات مشفره او رموز غير قابله للاستبدال، لازم تعرفهم ايه الحاجات دي بالظبط، لان بحر العملات المشفره واسع جدا، ولازم تكون فاهم فيه الاول، لان مش سهل جدا تتعرض لخساره، وده اللي المفروض الانديه توضحه لجماهيرها قبل ما تطلب منهم ان هم يدعموها باي شكل من الاشكال.